النهارده هو اليوم الدولي للغات الاشاره، واللي بيعتبر فرصه لدعم وحمايه الهويه اللغويه والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغه الاشاره في اكثر من 70 مليون اصم في انحاء العالم. طبعا بيستخدموا اكثر من 300 لغه اشاره، يعني في ناس بيختلط عليها الامر بتفتكر ان لغه الاشاره هي لغه واحده، صحيح. لكن لا، هم اكثر من 300 لغه. الحقيقه احنا في مصر خلال السنين الاخيره فعلا اتخذنا خطوات مهمه لضمان حقوق الصم ودعم ذوي الهمم. عشان نتعرف على كل هذه الجهود نستضيف مدربه لغه الاشاره بالمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه سيده فيروز الجوهري. صباح الخير على حضرتك واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور واهلا بيكم. اهلا بيكي. في البدايه كلمينا اكتر عن اليوم العالمي للغه الاشاره، ليه تم اختياره في هذا التاريخ تحديدا، واهميه التوعيه كمان بلغات الاشاره؟ طيب، احنا طبعا لغه الاشاره هي لغه متداوله على جميع انحاء العالم، وهي لغه مختلفه طبعا، هي مش موحده، ولذلك كان لازم يكون في اعتراف واهتمام باللغه دي، وتقديرا ان هي لغه بيتكلمها عدد كبير جدا من ذوي الاعاقه السمعيه، فكان لازم يكون في احتفال باللغه دي وان يتحدد لها يوم. طبعا احنا عندنا عدد كبير جدا من الصم، وانا هتكلم عن مصر. احنا في مصر في فوق 7 مليون اصم موجودين داخل مصر، ومصر بتعترف بلغه الاشاره كلغه رسميه ليهم. عندنا في الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه بتعترف بلغه الاشاره، كمان قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه رقم 10 لسنه 2018 اللي تم التصديق عليه من الرئيس بيعترف بلغه الاشاره انها لغه رسميه يتحدث بها ذوي الاعاقه السمعيه، ولابد من الجهات كلها انها تعترف بها. عظيم. استاذه فيروز، هو بس عايز افهم حاجه، هو احنا حضرتك بتقولي في اكتر من لغه للاشاره، لانه الكلمات او المفردات المستخدمه مثلا باللغه العربيه مش ممكن تكون هي الموجوده في اللغه الانجليزيه او في باقي اللغات، صح كده؟ ده السبب؟ طيب خليني اوضح لحضرتك النقطه دي. احنا عندنا داخل مصر في اختلاف طفيف ما بين المحافظات نفسها، محافظات مصر اختلاف 1%، وده بيرجع للهجات وثقافه كل محافظه والمعالم السياحيه اللي بتختلف في المحافظه. لكن لو هنتكلم لغه عربيه اعتقد انه هي هتبقى لغه واحده بيننا وبين الدول العربيه، اختلاف 20% برضه راجع لثقافات معالم سياحيه لهجات، بس بيننا وبين الدول الاجنبيه زي اللغه العربيه واللغه الانجليزيه بالضبط اختلاف تام. طيب اتفضلي يا فندم. ولكن احنا عندنا برضو لو احنا هنتحدث مع حد من دوله اجنبيه بيبقى الفائد هي لغه الاشاره الامريكيه. طيب يا فندم، خلال السنين الاخيره الحقيقه كان في طفره واضحه في الاهتمام بالصم، ممكن تكلمينا عن ابرز او اهم التغييرات اللي حصلت في هذه الفتره؟ طيب احنا كان الاول لما الاصم بيحب يروح يعمل توكيل في الشهر العقاري مثلا او يعمل اي حاجه يقول له احنا عايزين من حضرتك تجيب محامي والمحكمه هي اللي تعينه. لا، احنا دلوقتي ما فيش الكلام ده، احنا الاصم يقدر يرفع توكيل ويكون معاه مترجم لغه اشاره. وبالمناسبه المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه بيعمل دورات تعليم لغه اشاره لكل العاملين في الجهات الحكوميه في مختلف القطاعات، علشان يسهل على الاصم لما يروح الجهه دي يقدر يتعامل معاه مباشره. دي حاجه. الحاجة الثانية دلوقتي بيبتدوا يهتموا بالتعليم، وزارة التربية والتعليم بتبتدي تعمل تغيير في المناهج دلوقتي علشان تكون مناسبة لذوي الإعاقة السمعية. احنا كانت نسبة الأمية عندنا 99%، فدي نسبة عالية جدا جدا جدا. فبدأ ان لا، وزارة التربية والتعليم بدأت ان هي تحاول لا المعلمين يتأهلوا ويتعلموا لغة إشارة، المناهج يتم تغييرها وتطويرها علشان تكون مناسبة لذوي الإعاقة السمعية. المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه احنا بنعمل كمان دورات لتاهيل ورفع كفاءه الاشخاص ذوي الاعاقه بمختلف انواع الاعاقات، ويمكن نكون مركزين شويه مع الصم في حته ان احنا عايزين نعمل لهم تاهيل. احنا اوريدي عملنا ده، بنعمل لهم تاهيل في حته سوق العمل، ازاي يقدر يشوف الوظيفه المناسبه ليه، وازاي هو كمان يكون مؤهل لسوق العمل الموجود. ابتدينا نخرج من كادر حته ان ذوي الاعاقه السمعيه يكونوا خدمات معاونه والكلام ده، لا، احنا دلوقتي عندنا اللي يقدر يعمل تصميم بانرات، يقدر يعمل تصميم لوجوهات، يقدر يشتغل على الفوتوشوب، عندنا ناس تقدر تشتغل كمان في الكافيتيريا. يعني احنا الدنيا اتطورت كتير 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 عن قبل كده. عظيم. استاذه فيروز، مين اللي وضع قواعد هذه اللغه؟ يعني مين اللي قال مثلا انا يعني مش فاهم فيها قوي لكن مثلا في اشارات معينه؟ أيوة. يعني انا عايزه اقول لحضرتك السؤال ده لما بنيجي نعمل تدريب ونديه لذوي الاعاقه، للمتعاملين مع ذوي الاعاقه، بنسالهم تفتكروا مين اخترع لغه الاشاره؟
فحضرتك بتسأل مين اخترع لغة الإشارة؟ مفيش، يعني احنا لو عملنا سيرش وحضرتك دورت مش هتلاقي ان في شخص بعينه هو اللي اخترع لغة الإشارة، ولكن العلماء والمؤرخين بيقولوا قد يكون الإنسان البدائي زمان كان بيتكلم مع أقرانه باللغة دي، وابتدت ان الثقافة دي تنتقل لينا عن طريق ثقافات مختلفة، وابتدى ان يكون في قواعد تتحط. ولكن كان أول كتاب مثلا اتعمل كان عامله حد أسباني اسمه جريلامو، أول مخطوطة اتعملت كان عاملها حد إيطالي اسمه خوان بابلو، أول مدرسة أنشئت للفم كانت في فرنسا واللي كان أنشأها أبي تشارلز. ف يعني هي بدأت بره وجت لنا بعد كده. تمام. طيب يا فندم، هل في أي تحديات لسه بتواجه متحدثي لغة الإشارة؟ هل سهل أصلاً أنه أي حد في أي سن يقدر يتعلم لغة الإشارة؟ طيب بالنسبة للتحديات اللي بتواجه ذوي الإعاقة السمعية، أكيد لسه في تحديات. من ضمن التحديات أن احنا عايزين نكون في لغة إشارة موحدة، وده شوية صعب عشان اختلاف الثقافات واللهجات والحاجات دي، فإن احنا نعمل حاجة موحدة شوية صعبة ومش كل الصم بيتفقوا عليها، دي رقم واحد. رقم اثنين، عايزين الجهات اللي بتعمل توظيف تخرج شوية أكتر كمان عن اللي خرجت دلوقتي، من حتة إن إحنا لأ، إحنا الصم يقدروا عندهم الكفاءات إن هما يشتغلوا في حاجات كتيرة في قطاعات مختلفة. عايزين كمان القطاع الطبي يهتم أكتر أكتر، يعني إحنا كنا بندرب في مجلس بندرب العاملين في هيئة الرعاية الصحية، بس احنا عايزين كمان الكادر الطبي كله يكون عنده شوية ولو قدر بسيط من ثقافة لغة الإشارة، لأن لو الأصم راح في مكان مش الكادر الطبي بس، كمان شعب مصر كله مفروض يكون عنده هذا القدر عشان يقدر يتعامل معاهم. يا أستاذة فيروز، احنا بنشكر حضرتك يا فندم، أستاذة فيروز الجوهري مدربة لغة الإشارة، شكرا جزيلا لحضرتك.